مناشدات من النازحين في رفح بإيجاد حل. 1.5 مليون إنسان نزحوا من مختلف مناطق القطاع في ظل أوضاع مأساوية جدا وأوضاع ضاغطة الآن في ظل الأخبار عن اقتراب إسرائيل من اجتياح رفح بريا. السؤال هنا، ما هو الحل بالنسبة لهؤلاء النازحين؟ الحل هو أن تكبر جميع الأطراف لهذه المعاناة. الحل هو أن يصاغ بشكل جدي تهدئة تفضي إلى وقف إطلاق النار. الحل هو أن تنصاع كل الأطراف إلى المعاناة التي يعانيها الناس. حقيقة لا يمكن لنا أن نقول بأنها مناشدات، هي صرخات لمليون ونصف مواطن فلسطيني تنطلق من قطاع غزة تناشد كل الأطراف وكل من له علاقة وكل من ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بأن هذه الحرب يجب أن تتوقف بأي شكل كان، لأنه عمليا على مدار الخمسة أشهر التي يعني أفضت إلى هذا القتال العنيف، حقيقة كان المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة هم وقود هذه المعركة. صحيح. وهم حقيقة الأداة التي استخدمت من أجل تدمير غزة. تدمير غزة ببنيتها التحتية بأبنائها بناسها بشعوبها. نعم، الوضع معقد جدا ويمكن أن تحصل كارثة إنسانية كبيرة أكبر من كل ما حصل سابقا بالنظر إلى اكتظاظ رفح بشكل كبير جدا تقريبا من كل مناطق غزة. نتحدث عن 1.5 مليون بني آدم محشورون في هذا النطاق الجغرافي الضيق في رفح. من ضمن الحلول المطروحة نقل هؤلاء النازحين إلى المواصي في شمال رفح حتى إلى حين أن تنتهي هذه الحرب من قبل إسرائيل. برأيك ما رأيك في هذا الحل؟ هل هذا ما سيحدث؟ هل هذا يعني يجنب المدنيين دفع الثمن؟ طيب عمليا خلينا احنا نشخص الموضوع اولا. نعم. في الأساس هذول 1.5 مليون مواطن فلسطيني هم من سكان قطاع غزة بالكامل، أصبحوا متواجدين الآن في أزقة وشوارع ومخيمات ورمال رفح. صحيح. هم في الأساس سكان منطقة شمال قطاع غزة، طلب منهم الإخلاء والتوجه إلى غزة، هذا نزوح. ثم طلب من سكان قطاع غزة وشمال قطاع غزة بالذهاب إلى المنطقة الوسطى جنوب الوادي، هذا أيضا كمان نزوح. ثم طلب من سكان شمال غزة وغزة والوسطى بالذهاب إلى خان يونس، هي ثالث نزوع. ثم طلب من شمال غزة وغزة والوسطى وخان يونس بالذهاب إلى رفح، هي رابع نزوع. الآن يطلب من كل هذول الناس بخامس نزوع. عمليا منطقة خان يونس منطقة عمليات، المنطقة الوسطى منطقة عمليات، منطقة غزة منطقة عمليات، منطقة شمال غزة منطقة عمليات، هذا ثانيا. ثالثا أنه حتى المناطق المواسية ليست بمنأى حاليا، وهي منطقة تصنف الآن بأنها مناطق ليست عمليات لكنها ليست بمنأى عن الاستهدافات المتكررة بشكل وفيها مهم. نازحين أصلا المواصي بالمناسبة ما معنى مواصي هون في فلسطين أو في قطاع غزة؟ هي عبارة عن الشريط الساحلي الملاصق للبحر. هذا الشريط الساحلي هو عبارة عن أراضي زراعية سالمة تماما، لا يوجد فيها مؤهلات لا مائية ولا غذائية ولا طرق تساعد على دخول المساعدات، ولا يوجد فيها خيام، أرض فارغة، أرض فارغة يذهب إليها الناس. طبعا يذهب إليها 1.5 مليون مواطن فلسطيني، ولا يوجد مأوى ولا يوجد سكن ولا يوجد مأكل ولا يوجد مشرب ولا يوجد كل أي من المقومات التي بالإمكان حينما يريد الإنسان أن يهرب من هول هذه المصيبة أن يتجه إليها. لا يوجد شيء، لا يوجد حيط واحد أن يشكل سترة لأي من العائلات. وبالتالي أعتقد بأنها كمان هذا التهديد هو ضرب من ضروب الخوف وضرب من ضروب القلق الآن الذي يسيطر على سكان قطاع غزة. كان الله حقيقة في عون الناس الذين الآن أصبحوا هم تحت تهديد كل شيء، تهديد السلاح وتهديد الإعلام وتهديد الجوع وتهديد الفقر وتهديد قلة المياه وتهديد قلة الدواء وتهديد قلة المشافي، تهديد يعني هذا التهديد حقيقة الذي تعيشه غزة الآن حقيقة أقل ما يوصف بأنها أهوال يوم قيامة، يعني ضايل بس تقوم لقيامة على غزة وتنتهي غزة عن الخريطة، لم يعد هناك شيء حقيقة، لم يحدث في غزة من المصائب في خلال هذه الفترة التي طبعا شنت فيها هذه الحرب على قطاع غزة. ولذلك هذه الصرخة التي نتحدث عنها نقول بأن الناس الآن تجاوزوا موضوع المناشدات وأصبح لديهم حقيقة
كل ما يقال بأن يستصرخوا كل الأطراف يجب أن تقف هذه الحرب، يجب أن ينتهي هذا الدمار، يجب أن يقف قتل الإنسان الذي أصبح الآن خبراً عادياً حقيقة لكثرة للأسف. صحيح نعم. ولكن سيد شريف، على ذكر الصرخات والتنديدات، هناك موقف أوروبي بدأ يتعاظم ضد العملية البرية التي تلوح بها إسرائيل في رفح، رسالة من إسبانيا وإيرلندا تقول أنه نظرا إلى الوضع الحرج في رفح في جنوب قطاع غزة، أرسلت الحكومتان الإسبانية والإيرلندية رسالة إلى المفوضية الأوروبية تطالبان فيها إجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان في غزة. هل برأيك هذه المواقف يمكن أن تغير شيئاً؟ بدك الصحيح؟ أكيد. في قطاع غزة وأمام هول هذه المصيبة، الناس هنا لا يتابعوا كل هذه البيانات ولا كل هذه المواقف، الناس تريد أفعال. هناك موقف أمريكي يتحدث مؤخراً عن ليونة في الموقف الأمريكي أو تغير، خلينا نحكي في الموقف وضرورة الأمريكي. بحماية المدنيين. هناك موقف أيضاً بالضبط. والأمم المتحدة تتحدث، وكالة غوثو تشغيل لاجئين تتحدث، دول في الاتحاد الأوروبي، لكنهم جميعا ماذا هم فاعلون أمام هذه المصيبة؟ نعم. الناس تريد أن يكون هناك قرار حقيقي يلزم كل الأطراف بوقف سفك هذه الدماء، ووقف هذا القتل الكبير في غزة، ووقف هذه المجاعة، لأنه حقيقة كما قلت مرة أخرى أقل ما يوصف عما يحدث في غزة بأنها أهوال يوم القيامة حقيقة. لا يمكن للناس في وعي الناس الآن، لا يمكن لها أن تتابع لا تقارير أممية ولا تقارير الاتحاد الأوروبي ولا تقارير دول. كل ما يريده امبارح بالأمس، خليني أرجع معك في نصف دقيقة، لما كان هناك حديث عن أن هناك نجاح أو ليونة في الموقف حدث في مصر تجاه المحادثات التي قد تفضي إن شاء الله إلى وقف إطلاق النار، صراحة كان هناك صراخ وتصفير وتصفيق من داخل مراكز الإيواء والمدارس، كلها كانت تستجدي أن يعني نصل إلى المرحلة التي يتم فيها إعلان وقف إطلاق النار، لأنه كما تفضلت مرة أخرى وقود هذه المعركة هم الناس وحدهم حقيقة، وهذا كل مجمع عليه الناس هنا في غزة. شكرا جزيلا لك شريف النيرب الكاتب الصحفي الفلسطيني، كنت معنا من رفح جنوبي قطاع غزة.